من وين بدنا ناكل اليوم؟ اليوم مشوارنا على كومورو يلي فاتح بمنطقة البترون. محل موجود على مدخل البترون مقابل الساعة. محل كتير حلو، في فاريتي كتير بالأعداد، في عندكم البار لونج، في عندكم طاولات عادي، وحتى في القعدة هيك مهضومة اللي قطعت أول شي. يلا نحضر مع الشيف أطيب سوشي. رح مرقكم هيك برمة صغيرة على السكشن يلي بتحضر فيها السوشي. حضرنا سكشن مع كراب، سكشن مع فريش تونة، وكتير اشياء غيرهم هلأ رح اذكر لكم اياهم بالفيديو. رح خبركم شو الاشياء يلي كانت نازلة مش بالدور. بلشنا بالإدامامي، بيرجع من بعضهم سيويد سالد. رح احكي لكم عن الكولكشن ان جنرال: فريش سالمون، سبايسي موغورو، سبيشل دراجون تيل، سالمون فولكينو، ريد سنابر. وكمان ما بدنا ننسى نقول عن صحن الساشيمي اللي كان كتير مشكل. كل شي كان طيب، بس ماي فيفورت كانت الدراجون تيل. واكيد ما بدنا ننسى نحكي عن الساكيلي درينك. اكيد بنصح الكل يروح على كومورو بالباترون ويجرب هذا اللوكيشن، لانه الاكل عندهم كتير طيب، كتير نظيف، والسيرفس بتعقد.